السلام عليكم. رامي مخلوف الذي يضع يده على الاقتصاد السوري أو على 60% منه بحسب تقارير غربية، وابن خالي رئيس النظام بشار الأسد وعضو العائلة الحاكمة وأحد أفراد حلقة الحكم الضيقة المحيطة بالأسد، يخرج أخيرا عبر تسجيل مصور لينتقد أجهزة الأمن ويتوسل إلى بشار الأسد بأن يكف أيدي هذه الأجهزة عن شركاته. كان ذلك بسبب ضريبة بقيمة تصل إلى 234 مليار ليرة سورية أو 455 مليون دولار فرضتها الحكومة على مخلوف نظير شركاته، ورفض الأخير دفعها معتبرا أنها ستذهب إلى جيوب غير التي ينبغي أن تذهب إليها. ثمة من يشكك في أن يمتلك رامي مخلوف الجرأة الكافية على انتقاد الأجهزة الأمنية في سوريا علنا، وأنه دفع إلى ذلك من الخارج للضغط على نظام الحكم لأسباب عدة. وآخرون يرون في هذه التسجيلات مؤشرا على بدء تفكك بنية السلطة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد ومتجدد من برنامج حديث العرب، نحاول من خلاله تقديم قراءة سياسية لما يحصل ضمن العائلة الحاكمة لسوريا. بحق لنا نحن نعترض أكيد، بحق لنا نحن نقاضيهم أكيد. بهذه الكلمات ظهر الملياردير السوري رامي مخلوف يناشد رئيس النظام بشار الأسد لإنقاذ شركة اتصالات سيرياتيل التي يملكها من الانهيار، مهدداً باللجوء إلى القضاء، ما يشير إلى حجم الخلافات بين نظام الأسد ومخلوف، ما أثار جدلاً واسعاً قد يتعدى الأسرة الحاكمة إلى ما هو أوسع. مخلوف بن خالي الأسد وأحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود والمدرج على القائمة الأمريكية السوداء منذ عام 2008، يرأس مجموعة شركات أبرزها شركة سيرياتيل التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا. مؤخراً طالبت هيئة الاتصالات السورية تابعة للدولة، طلبت بعض شركات مخلوف بدفع مبالغ مستحقة للخزينة العمومية تبلغ 334 مليون دولار كضرائب تم التهرب من دفعها بحسب الهيئة، الأمر الذي نفاه مخلوف. الملياردير السوري مخلوف الذي كان الممول الأكبر للميليشيات الموالية للأسد والتي ساهمت بشكل واضح في قمع الانتفاضة الشعبية عام 2011، أشار وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن الأجهزة الأمنية تستهدف شركاته وتعتقل مديرين وموظفين لديه، واستغرب هذا الأمر قائلاً: كنت أكبر الداعمين للأجهزة الأمنية خلال سنوات الحرب. مراقبون أشاروا إلى أن روسيا لا تريد التحكم برؤوس الأموال في سوريا فقط، إنما تريد وضع أيديها على جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية والتي من أبرزها قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها شركة سيرياتيل المملوكة لمخلوف والذي يتحكم عائلته في أكثر من 60% من الاقتصاد السوري وفق صحيفة فاينانشال تايمز. ومن هنا كانت الحملة الأمنية التي يقوم بها الأمن السوري ضد مدراء وتقني سيرياتيل برفقة قوات روسية. ما يجري مع الأسد وابن خاله من خلافات بلغت الذروة أضاف فضائح جديدة إلى سجل النظام، ربما تجعله في مهب الريح في ظل التنافس المحموم على السيطرة والنفوذ في المنطقة، ما قد يجعل مرحلة ما بعد الأسد قاب قوسين أو أدنى. ينضم إلى هذه الحلقة عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ خليل مقداد الكاتب والباحث السياسي، وعبر سكايب من مدينة غازي عنتاب الأستاذ أحمد مظهر الكاتب والصحفي، وكذلك عبر سكايب من مدينة بوخارست الرومانية العاصمة الأستاذ عبد الرحيم خليفة المحلل السياسي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مع الأستاذ عبد الرحيم من بوخارست. ثمة همس الآن بين السوريين عن الطريقة والحيثيات والظروف التي ظهر بها رامي مخلوف إلى السلطة، إلى المكان التي وصل إليها. هل استيقظ الناس فجأة في سوريا ليروا رجلا بحجم رامي مخلوف يضع يده على هذا الكم الهائل من الثروة في سوريا، أم أنه سبق هذا الأمر مراحل وخطوات مهدت لهذا الظهور؟ مساء الخير أولا. أهلا لك وللسادة وللأخوة المشاركين في الحلقة. أعتقد لم يشكل ظهور رامي مخلوف في التسجيلين عبر الفيسبوك في الفترة الماضية في الأسبوع الماضي بشكل متلاحق لا يشكل كبيرة مفاجأة بالنسبة للسوريين. فرامي مخلوف هو ابن محمد مخلوف
الذي كان في عهد حافظ الأسد الأب هو المستثمر الأول لأموال العائلة المالكة، عائلة آل الأسد وعائلة مخلوف. رامي مخلوف ظهر بشكل يعني متزامن مع وصول بشار الأسد إلى السلطة، وكان هو قد ورث كل هذه الأموال وكان يديرها بعلم بشار الأسد شخصيا. ولكن الخلاف الأخير الآن الذي ظهر بينهما يتعلق بحجم الضغوط التي بدأت تمارس على رامي مخلوف لسد العجز في الخزينة وعدم قدرته يعني أستاذ على سداد كل هذه المبالغ. أستاذ عبد الرحيم، يعني قبل الحديث عن حيثيات هذا الظهور الذي ربما يعني نحتاج إلى حديث كثير قبل ذلك، هذا ربما يكون المحور الثاني بعد الفاصل، لكن يعني قلت أن رامي مخلوف هو وريث والده محمد مخلوف في إدارة هذه الثروة الكبيرة، لكن محمد مخلوف لم يكن يعني فيما يعرف عنه في سوريا بأنه يمتلك هذا القدر من الثروة، يعني ليس لم يكن يضع يده على 60% من الاقتصاد السوري، وهو بحسب تقرير لجلوبال وينس الدورية الغربية التي قالت إن 60% من اقتصاد سوريا تحت يد رامي مخلوف. كيف تضخمت هذه الثورة بحيث أن رجل واحد يملك أكثر من ميزانية دولة بأكملها؟ سيدي الكريم، لا شك أن تراكم الثروة الذي بدأ منذ والده محمد مخلوف قد ضاعف هذه الأرقام بالشكل المرعب الذي وصلنا إليه اليوم. أضف إلى ذلك أن رامي مخلوف أعطي له، فتحت أمامه كل الأبواب، أبواب السلطة، أبواب الدولة في مختلف المجالات، هو يستثمر في مختلف المجالات. لا ننسى أن عماد ثروته الآن في هذه الفترة هي شبكة سيرياتيل التي تدر عليه الملايين يوميا وشهريا. أضف إلى ذلك أنه قد توسعت حجم الاستثمارات وزاد حجم الفساد في الدولة السورية في عهد بشار الأسد إلى الحدود الغير معقولة اللي وضعت في النتيجة السورية الآن في أسفل قائمة أو الأكثر دول حسب التصنيف الدولي، أكثر الدول فسادا في المرتبة ما قبل الأخيرة. هذا يعني أصبح طبيعي في بلد غني وفي نفس الوقت بلد يغيب عنه القانون، تغيب عنه المحاسبة، وهو يستمد سلطته الحقيقة من دعم نظام بشار الأسد على الأقل في العشر سنوات الأخيرة كما اعترف هو. هناك يعني كل ثروات البلد أصبحت متاحة أمامه وأمام آخرين أيضا للنهب، لكن بنسب متساوية. رامي مخلوف هو المدير العام لمؤسسة آل الأسد وآل مخلوف في السرقة والنهب والسطو على المال العام وفي تحصيل نسب من كل ما يدخل إلى البلد ويخرج منها في الاستيراد والتصدير. رامي مخلوف من الطبيعي أن يصل إلى هذا الرقم، إلى نسبة 60%، لأنه لم يبقى للسوريين أصلا ما يأكلون، لا يبقى في ميزانية الدولة وفي خزينة الدولة شيء. وهذا يذكرنا أيضا بما حصل مع رفعة صراع الشقيقين رفعت الأسد وحافظ الأسد. في مذكراته مصطفى طلاس 3 أشهر هزت سوريا يقول وزير الدفاع الأسبق، نعم، اندلع الصراع بينهما، لم يبقى في خزينة البنك المركزي، في مستودعات البنك المركزي ما تأكله الفئران، لأنه استولى على كل ثروات البلد والأموال النقدية الموجودة في البنك المركزي. هذا ليس بغريب وليس بمفاجئ، ولذلك لا أعتقد أن السوريين قد تفاجأوا. هم يعرفون رامي مخلوف وسيرته وتفاصيل اليومية، طيب، عن شركاته وأمواله الملهوبة. أنا أريد أن أذكر في هذا المجال نقطة جدا مهمة. أنا أقيم في رومانيا، وهذه البلد فيها هناك سفير للنظام اسمه وليد عثمان. هذا الشخص يكون هو حما رامي مخلوف، والد زوجة رامي مخلوف الأولى طبعا. هذا الرجل هو يدير الآن استثمارات تقدر بالمليارات في عدد من دول أوروبا، منها في رومانيا ومنها في بلغاريا ومنها في فيينا والنمسا، وأصلا سخر لهذه الخدمة ليس بعمله الدبلوماسي، بقدر ما هو لإدارة أموال التي تم تهريبها للخارج وتحديدا في أوروبا. طيب، مستفيدين من ظرف التحول الذي جرى في هذه. طيب، هناك يعني أنا أعتقد مفاجآت كثيرة في هذه الملفات، ربما نسمع عن تفاصيلها، لكن طيب، في الفحص العام هناك طيب، معرفة تامة لدى السوريين فيما يجب. سنتحدث أستاذ عبد الرحيم عن هذا ربما بعد قليل ومعك أيضا، لكن أنا أذهب إلى الدوحة لأسأل الأستاذ خليل مقداد. تحدث ضيفنا من بوخارست
عبد الرحيم خليفة عن الظروف التي تكونت من خلالها ثروة رامي مخلوف، لكن ربما قبل ذلك يجب أن نعرف رامي مخلوف. ربما كثير من السوريين يعرفون معرفة معقولة عن رامي مخلوف، لكن غير السوريين وحتى كثير أيضا من السوريين لا يعرفون المعلومات الكافية عن رامي مخلوف. إذا ما أريد التعريف بهذه الشخصية، فماذا يمكن أن يقال في هذا السياق أستاذ خليل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين والضيوف الكرام. وعليكم السلام يا سيدي الكريم. بداية، يعني الكل يعلم اليوم أن رامي مخلوف هو ابن خال بشار، لكن لا، ربما لا يعلم كثيرون أن رامي مخلوف هو بشار، وبشار هو رامي مخلوف، وأن رامي مخلوف هو اقتصاد سوريا، واقتصاد سوريا هو رامي مخلوف. سوريا اقتصاديا وماليا هي رامي مخلوف، ورامي مخلوف هو سوريا اقتصاديا وماليا. ربما نستطيع في عجالة أن نعطي الأساتذة المشاهدين والمستمعين الكرام فكرة عن هذا الأخطبوط الذي لا يمثل نفسه بحال من الأحوال، لكنه يمثل مافيا، هو الذراع المالي لمافيا وعصابة حكم حكمت لمدة 50 عاما، 5 عقود تجذرت خلالها في الحكم حتى نهبت كل شيء ووضعت يدها على كل شيء. يكفي أن نعرف أنه قبل العام 2011 كان رامي مخلوف يملك 60% من اقتصاد سوريا، بعد هذا أصبح يملك 80 أو 90% بكل تأكيد. نعطيكم نبذة عن نشاطات رامي مخلوف: اتصالات، نفط، غاز، تشييد مصارف، شركات طيران، تهريب نفط، سلاح، مخدرات، تجارة، أسواق حرة، فنادق، مطاعم. عام 2008 كان يملك 6 مليارات دولار، بعدها أصبح يملك 8.2 تقريبا. توسع عندما أزاح حافظ الأسد العقبات من أمامه في عام 1990، عندما فتح المجال للاقتصاد الخاص أو الاقتصاد الحر أو القطاع الخاص لكي يعمل، وهو في المحصلة كان يفتح المجال لعصابته، يزيل العقبات من أمام عصابته. بالمناسبة أيام الحصار في الثمانينات وبعد أزمة الإخوان كان رامي مخلوف دوره، حتى وهو طالب إعدادي هو قائم على عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا والعكس، وهكذا حتى من تركيا هو عمل في التهريب بداية. والده كان هو المتحكم والآمر الناهي للمصرف العقاري محمد مخلوف، وكلنا يعلم هذا. حاصروا شركة مرسيدس إلى أن حصلوا منها على امتياز حصري، منعوها من إدخال أي قطع غيار. أخذوا شركات البي ام دبليو، البنوك، بنك بيبلوس، البنك الإسلامي الدولي، بنك البركة، بنك الشام، بنك الأردن، شركات تأمين خدمات مالية، بنك المشرق، شركة غلف ستاندرز البريطانية، صحف وإعلام، صحيفة الوطن، تلفزيون قناة الدنيا ونيثار ولا أدري ما اسمه، دعاية وإعلان، بروميديا، مدرسة الشويبات، حتى في التعليم مدرسة الشويبات المنتشرة في أكثر من دولة أخذ حقها. احتكار استيراد التبغ يا سيدي، حتى التبغ يحتكرون استيراده. شركة إيلاف ميدل إيست الصناعية، نعم، تي بي راماك 60% من الاقتصاد، هذا قبل العام 2011. الآن 2011، الآن انظر إلى ما يملكه رامي مخلوف. لا نريد أن ندخل في السجال الدائري الآن، لكن نحاول أن نفهم من هو رامي مخلوف، وكم يمكن لنا أن نتخيل حجم المليارات التي يمتلكونها. يكفي أن نعرف أن شركتا سيريتيل و MTN هاتان الشركتان تكفيان لضخ المليارات في اقتصاد سوريا، لكنها مسخرة لجيوبهم. MTN بالشراكة مع ميقاتي، عائلة ميقاتي في لبنان، ويقال أنه تركها وباع حصته ربما لهم وربما لآخرين غير معلوم. شركة سيريتيل التي أعطيت لهم مجانا ثم وقبل انتهاء العقد كما صرح رياض حجاب، قاموا بتأجيرهم ب 500 مليون دولار بدل أن يكون العقد 5 مليار دولار يا سيدي. هذا يعطيك فكرة أن الثروة لا تقل عن 150 إلى 200 مليار دولار حاليا التي يختلفون حولها. نعم، طيب هنا يمكن السؤال مهم أن نسأل الأستاذ أحمد مضر في غازي عنتاب عن الدور الذي أداه هذا المال الذي يضع رامي مخلوف يده عليه، الدور الذي أداه في السلطة،
في بنية الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا، كيف كان يمارس هذا الدور سواء كان في مرحلة ما قبل الثورة تحديدا؟ كل التحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. يعني أنا في هذا السياق أتفق مع السادة الأفاضل الذين سبقوني من أن مخلوف هو شريك أساسي وليس بعيدا عن السلطة أو النظام، هو الوجه الاقتصادي إن صح التعبير للفساد والنهبوي لهذه السلطة التي أتت بالأساس متغولة على الوطن والبلد، فألغت سياسة من المجتمع وألغت كل شيء ونهبت وفسدت وأفسدت المجتمع. رامي مخلوف هو جزء من هذه المنظومة، منظومة الفساد الكبرى في هذا البلد. لذلك ما جرى ويجري هو في هذا السياق، يعني هو جاء ليعيد بناء اقتصاد ما نهبوي يمارس فيه الدعم الحقيقي لهذه الأدوات السلطوية، طبعا الأمن وهو قد ذكر في مدخلات. لكن من جهة أخرى ألم يحرك عجلة الاقتصاد في البلاد ووظف يعني عشرات الآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل، ألم يقدم دورا ما يعني في تحريك عجلة الاقتصاد داخل البلد؟ من يطلع على الدراسة المهمة التي طرحها رياض سيف وأدت به إلى السجن فيما بعد فيما يتعلق بالخلية والسريتيل يدرك تماما حجم النهب الكبير الذي مورس، وهم كما قيل في تلك الدراسة اشتروا أو يبيعون الهواء، هم بالأساس يأخذون هواء مجانا ويبيعونه بآلاف وملايين ومليارات الدولارات. حقيقة لم يفد المجتمع هؤلاء الذين يتباكون اليوم ويعني يحس أو يحاول أن يحس ويستفيد الشارع العلوي باتجاه أن يقف معه وهو من وقف مع الفقرات، ما يقول لم يقف هذا النظام الفاسد مع الفقرات بل ساهم في النهب. نحن في بلد نسبة البطالة فيه عالية جدا، استمرت وزادت أكثر وأكثر، لم يعد كما قيل قبل قليل في الخزينة أموال الأطفال لا أيام رفعت أسد ولا حاليا، وعندما أعلن رئيس الوزراء السابق أنه لم يعد في الخزينة نعم. من هو صادق لأنهم نهبوا كل شيء ليس فقط مستورة خلال قطع تسع سنوات، لا حتى ما قبل ذلك هم نهبوا واستمروا في هذا النهب حتى الآن، وكانت لهم أدوات، الأدوات منها محمد مخلوف وابنه طبعا رامي مخلوف الوريث الحقيقي لمحمد مخلوف، وهو جزء أساسي وشريك مع ماهر الأسد وبشار الأسد والكل. اليوم الوضع يختلف نسبيا لأن هناك محاولة للانقضاض على هذه الثروة الذي يفترض مخلوف. سنبحث هذا نعم سنبحث هذا بعد الفاصل، لكن السؤال هو إذا ما كانت كل هذه العلاقة تخادمية بين رامي مخلوف وآل مخلوف وبين السلطة في سوريا، فلماذا الآن ظهرت هذه التسجيلات ولماذا هذا ما يبدو أنه صراع بين هذين الفريقين أو التيارين؟ هذا ما نبحثه بعد وقفتين قصيرة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن التسجيلات المصورة لرجل الأعمال السوري رامي المخلوف. أذهب إلى الدوحة أستاذ خليل، إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذه التسجيلات المصورة التي فاجأت السوريين على أنها مؤشر على نوع من التصدع داخل بنية الحكم في السلطة، أم أنه يمكن تفسيرها في مسار آخر؟ يا سيدي، أولا دعونا لله سبحانه وتعالى على جائحة كورونا التي لولاها ربما لما حدث ما حدث حتى وإن شديا. هذه واحدة، التداعيات لازالت في بدايتها، وهذا أمر نسمع بأمور تقبل القسمة على إثنان وأمور لا تقبل القسمة على إثنان، لكن هذا أمر ما حدث من خلاف يقبل القسمة على إثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة. كل
الاحتمالات واردة الآن، وأتحدى أي شخص يستطيع أن يبت فيما حدث بين العصابة بين أفراد العصابة، لكن دعونا يعني نتحدث قليلا. هذا قد يعتبر تصدعا في جسد أو بنية أو بناء المافيا السورية، بناء المافيا النصيرية التي تحكم سوريا منذ 5 عقود، لكنه في نفس الوقت يعني المؤشر الأول والرئيسي هو صراعات إقليمية ودولية وتفاهمات وعمليات أخذ وشد ما بين تركيا وروسيا وإيران وأمريكا، هي بين روسيا وإيران من جهة وبين روسيا تركيا إيران من جهة أخرى، لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يعطي الخلاصة. لكن هذا نعم قد يكون بداية تصدع وضغوط مارستها روسيا على بشار، كونه كان هناك حديث عن محاولة إفساد اتفاق الهدنة ما بين تركيا وروسيا عندما تدخلت الإمارات وضخت 3 مليار دولار في جيب بشار لافتعال مشاكل وفتح الجبهات. ربما تكون روسيا قد ضغطت على رامي مخلوف لعدم دفع أي مستحقات لنظام الأسد أو احتفاظ بها في روسيا أو تحويلها إلى روسيا أو حصاره ماليا عن طريق مخلوف، ربما هذا جائز أيضا، لأن هناك تسريبات أن هناك عمليات ضغط وضغط متبادل. لذلك رامي مخلوف كان يمسك العصا من المنتصف يحاول الموازنة ما بين إيران وروسيا، كان لديه جمعية البستان التي مولت إنشاء أكثر من 60 إلى 70 ألف من عناصر ميليشيا الحشد الدفاع الوطني في سوريا المرادفة للحشد الشيعي في العراق، كان يدفع لهم من جيبه، وكانت ميليشيا هذه جمعية البستان أيضا تمول عمليات التشييع حتى في السويداء، يمولون عمليات تشييع الدروز، وصل النشاط إلى حد تشييع ليس فقط المسلمون السنة والشيعة والنصيريون وغيرهم، لكن حتى الشيعة والمسيحيين حاولوا تشييعهم، ورامي مخلوف أحد أهم الأذرع التي وائمت بين هذا وذاك. لذلك الآن هي فرصة لعملية قد تكون الضغط على بشار، ربما قد تكون هناك سيناريو آخر هو عملية تلميع لوجه النظام وإظهاره أمام المجتمع الدولي، إعادة تعويمه كنظام يحاول المحاولة على المحافظة على سمعة وهيبة الدولة واسترداد ما نهب ومحاسبة المقصرين واللصوص وتجاوز الأخطاء. لكن أيضا هناك أمور أخرى قد لا ينتبه لها الآخرون، ربما هي في مجال الصراعات الصعود والهبوط بين أفراد العصابة أسماء الأسد وفريقها، تماما كما حدث مع حمشو الذي حيد وهمش بعد بضع سنين من انطلاق الثورة السورية. لذلك كل الاحتمالات واردة يا أخي جهاد. طيب أستاذ خليل مخدد الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أنتقل إلى لندن لأرحب بالأستاذ زياد المنجد الكاتب الصحفي السوري. أستاذ زياد، يعني حقيقة تسجيلات رامي مخلوف كانت مفاجئة للسوريين وحتى ربما للعالم من ورائهم، كيف امتلك رامي مخلوف الجرأة على انتقاد أجهزة الأمن وهذا تابو أو خط أحمر لا يمكن لأحد أن يقدم عليه في سوريا؟ هل ثمة تفسير لهذه الجرأة عندك؟ أولا أستاذ جهاد تحية لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين والمتابعين، أهلا وسهلا. لو لاحظنا أنه في التسجيل هو لم ينتقد أجهزة الأمن، إنما اشتكى لابن عمته من تصرفات أجهزة الأمن باعتقال المدراء في شركاته، فهو لم ينتقد حقيقة، لم ينتقد، إنما اشتكى هذا التصرف لابن عمته بشار الأسد. وفي هذا التسجيل يحاول يعني أن يظهر أن ليس هنالك تواصلا مباشرا بينه وبين بشار الأسد، وهذا الذي جعل الجميع يعني يركز على هذه الفيديوهات، وهذه أول مرة تظهر الخلافات بشكل علني، إذا سميناها خلافات لأنها حقيقة الأمر تحتمل الكثير من التأويلات، والقادم من الأيام سيكشف أي تأويل هو الصحيح. فمنذ عام 1984 ما حصل بين رفعت وحافظ الآن يحصل بين بشار وبين رامي مخلوف، ولكن ما الذي سيجري الأيام القادمة هي التي ستبين لنا هل هذه هي مسرحية. حقيقة الأمر
نحن نعلم أن الخزينة السورية هي خزينة خاوية، وأن ممتلكات مخلوف وممتلكات العائلة الحاكمة في سوريا لا تدخل ضمن الخزينة، وهنالك استحقاقات لدول كروسيا وإيران وغيرها من الدول التي دعمت هذا النظام ودعمت قتل الشعب السوري استحقاقات مالية، والخزينة فارغة، وبالتالي يعني لابد من أن تغطي هذه الاستحقاقات، وظهرت هذه الأمور. بداية يجب أن نقول أنه منذ الشهر التاسع هيئة الاتصالات طالبت شركة مخلوف بسداد هذه الغرامات، وبعد ذلك نلاحظ أن الصحف الروسية كتبت، وخاصة القريبة من السلطة الروسية، كتبت عن الفساد الذي يسيطر على سوريا، وقالت أن بشار الأسد لا يستطيع أن يحكم البلد وأنه لن ينتخب مرة أخرى إذا ما استمر هذا الفساد. لعل هذا الأمر يعني يمكن أن نعطيه طابع تلميع صورة بشار الأسد أمام العالم، وخاصة أمام الروس، بأنه جاد في القضاء على الفساد، وهو في يعني سيستخدم هذه السلطة تجاه أقرب المقربين إليه. وهذا الأمر كما قلت لك يحتمل الكثير من التأويلات، وبالتالي الأيام القادمة هي التي ستكشف فيما إذا كان هذا الصراع حقيقيا أم أنه مفبركا لإخراج حالة تريدها السلطة السورية للخروج من المأزق. حقيقة التسجيلات المصورة انطوت على نوع لغة تحذيرية وتهديدية، وهنا أسأل الأستاذ عبد الرحيم في بوخارست، يعني رامي مخلوف يرفض الاستجابة لهذه الضغوط ودفع هذه المليارات كضريبة أو غرامة، السؤال هو إلى أين يمكن أن تقود هذه المواجهة بينه وبين السلطة، خصوصا وأن لغته تحمل لغة تهديدية بأن الوضع سيكون خطيرا وصعبا على سوريا في المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أن رامي مخلوف دخل في لعبة حرب الصراع الدول والإقليمي على سوريا من خلال حالة الخصم الموجودة. هناك تنافس إيراني روسي كما هو معروف، وربما سمعنا في الأشهر الماضية حتى عن حالات من الاشتباك التي حصلت بين القوات الروسية والإيرانية. رامي مخلوف يبدو الآن أنه دخل في هذا الصراع بالانحياز إلى طرف على حساب طرف. هناك صمت بات معروفا، أن هناك صمت روسي عن الضربات التي توجه للقوات الإيرانية على الأراضي السورية، وهذا ضمن اتفاق يبدو أمريكي روسي، لأن القوات الروسية كثيرا ما أخرت المناطق التي يتم ضربها، وأبلغت حسب التسريبات في أكثر من مرة عن مواعيد الضربات وما تستهدفه هذه الضربات بدقة متناهية. يبدو أن السيد رامي مخلوف أو هذا المافيوتي رامي مخلوف دخل في لعبة هذا الصراع بالانحياز إلى الطرف الروسي. لا أتوقع ولا يمكن لمواطن سوري أن يصدق أن رامي مخلوف أو أي شخص آخر يخرج إلى العلن ويوجه هذه الرسائل لملايين من السوريين ويسمعها العالم دون أن يكون محميا من طرف إلى درجة من القوة يستطيع أن يوفر له أمنه على حياته. هناك رسائل من خلال التسجيلات الصوتية استهدف رامي مخلوف إفصالها ليس فقط لبشار الأسد، استهدف فيها أيضا الطائفة، استهدف فيها حاشية النظام، أركان حكم النظام، ويبدو أنها أراد أن يحدث شرخا في بنية هذا النظام. وأنا أعتقد أن نحن الآن لسه في بداية هذا الصراع، سيكتمل هذا الصراع بحلقات أخرى وربما بتصعيد من أكثر من طرف. هناك معلومات يومية تتوارد عن حالات من الاشتباكات من بعض الجهات الحقوقية نفتها، لكن هناك ما يشير إلى تجيج هذا الصراع بين مختلف الأطراف. هذا الصراع بالنتيجة يبدو أن كل طرف يحاول أن يستأثر بالقسم الأكبر مما نهبه، وهو يشعر بأن هذا النظام قاب قوسين أو أدى من السقوط. هناك الآن واجهات لماهر الأسد مثل رجل الأعمال خضر الطاهر، أيضا أسماء الأسد عبر أسرتها من آل الأخرس وابناء عمومتها وآل الدبار تحاول أيضا أن يكون لها ثروتها الخاصة. هناك كعكة يتم اقتسامها في اللحظات الأخيرة نتوقع قبل سقوط هذا النظام وتداعيه.
هذه الصراعات ليست جديدة على نظام الحكم السوري، على هذه العصابة. هذا النظام منذ البداية قام على ركيزة الفساد والاستبداد. هذا الفساد هو أحد أركان بقاء هذا النظام واستمراره، ولكن يبدو أن حجم الفساد والصراع بينهما بعد قيام الثورة السورية سيطيح بمختلف الأطراف، لأن ليس لطرف واحد القدرة على تحمل كل هذا الضغط، وكل منهم يحسب حساب اليوم التالي، يريد أن يحتفظ بأكبر قدر ممكن من هذه الثروة التي نهبها على حساب الناس وقوت الشعب، ويحتفظ بها لنفسه يتدبر فيها حياته فيما بعد سقوط هذا النظام. أنا لا أعتقد، أنا أعتقد أن هذا الصراع سيتوقف خلال الأيام القادمة، ربما سيتجدد وبأشكال عنفية أكثر، وسيتضح حقيقة الأطراف أو القوى الداعمة لكلا طرفي الصراع. نحن الآن لسه في بداية هذا المشهد، ستكشف في أيام قادمة. ما معنى الآن، ما معنى الآن أن يظهر أيضا فراس طلاس، نجل عماد مصطفى طلاس وزير الدفاع، أطول وزير دفاع يمكن في العالم، ليتكلم على قناة روسيا اليوم بتفاصيل حول مسألة فساد هذا النظام وحول والد رامي مخلوف ووصوله إلى اليوم. ما معنى اليوم حتى أن ابن رفعت الأسد معناه ثمت، أنا أجيبك، معناه من يقول بأن رامي مخلوف محسوب على إيران وهي جهة تنافس روسيا في سوريا، وبالتالي هي ضمن صراع روسي إيراني في سوريا. نعم، هناك صراع روسي إيراني في سوريا، وأنا أعتقد أن لن يستطيع الطرف أو مجموعة إيران في نظام الأسد أن تستطيع أن تقف في وجه روسيا، لأن روسيا في النتيجة هي الدولة أقوى من إيران، ويبدو أن هناك تفاهمات روسية غربية، روسية أمريكية حول مختلف هذه الملفات. وأنا أشرت قبل قليل عن الضربات التي توجه للتواجد العسكري الإيراني، نعم، وأماكن وجود القوات الإيرانية، طيب، في سوريا، وغض النظر الروسي عنها. طيب، هناك تفاهم. أستاذ عبد الرحيم، ثمة من يرى، يعني معذرة عن المقاطعة، بأنه بعد تمكن النظام بمساعدة روسية وربما صمت غربي عن إسكات الأعمال العسكرية للثورة السورية، وهنا أسأل الأستاذ أحمد مظهر في غازي عنتاب، أن النظام التفت إلى نفسه، بدأ صراع الأجنحة، أجنحة القوى داخل السلطة، وثمة من يقول بأن هذا التسجيل وتركيز رامي مخلوف في محتوى هذا التسجيل على قضية الفقراء والموالين، والمقصود فيه الطائفة التي ينتمي إليها هو ورئيس النظام السوري، بأنه فيه نوع من الرد على تيار اقتصادي آخر ناشئ في سوريا، وهو تيار تمثله السنية أسماء الأخرس زوجة الرئيس. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا فيه نوع من محاولة إغلاق الطريق من البداية على أسماء الأسد، أو أن النظام يؤلب الأجهزة الأمنية على رامي مخلوف حتى يفسح الطريق أمام زوجة رئيس النظام أسماء الأسد للسيطرة الاقتصادية؟ نعم، يبدو أن هناك محاولة من رامي مخلوف لإيقاف هذه الهجمة باتجاه أن يتحول المال المنهوب في سوريا إلى ما هو غير رامي مخلوف وشركاته، إلى ما هو قريب من أسماء الأسد. نعم، هو طبعا وقد عزف على هذه النغمة من خلال ما تحدث به من أنه أن يذهب المال إلى الآخرين، نحن لا نريده أن يذهب إلى الآخرين، وهو يقصد تماما الآخرين أي السنة بكل بساطة، وهو يعتبر أن المال عندما يذهب إلى شركاء أسماء الأسد إذن هو ذهب خارج إطار الطائفة، وهو حاول أن يستفز الطائفة العلوية في هذا السياق وليكون أبو الفقراء، وهو من يريد من خلال البستان وجمعية البستان أن ينعم على أهل الشهداء بين قوسين الذين قتلوا في معارك الثورة السورية، وهو أيضا من يحاول أن يقول بأنه يبقى الشريك الحقيقي وليس هؤلاء الآخرين. أعتقد أن المسألة طبعا تأخذ هذا المنحى بعض الشيء، ولكن ليست مستبعدة على الإطلاق عن الصراعات الداخلية والتي المرتبطة في المحاور الخارجية روسيا إيران. بكل تأكيد الخلل داخل والفساد داخل السلطة ينم عن أن هناك وطنا قد بيع إلى الخارج، هذا الوطن بيع حقيقة ويستنزف ويبتز يوميا، ومن ثم فإن التضغطات المالية الفاسدة ستتناحر، لأنها تشعر بين الفينة والأخرى أن هناك اقتصاص منها، وأن هناك من يحاول
أن يقص جزءا من هذا المال باتجاهها، أو أنه يبني لنفسه كما قيل من أن أسماء تبني لأولاد بشار وليس فقط لآل مخلوف، وهو ما سبق وحصل في فترات سابقة عندما حاول رفعت أن يبني لنفسه في إطار آخر وتم الخلاف، وبالتالي تم طرد رفعت وإعطائه بعض الأموال إلى الخارج. ولكن اليوم هل يعني ما حصل حاليا ازدياد المسيرة باتجاه خلخلة الوضع وإنهاء حالة المخلوف؟ أنا لا أعتقد اليوم المسألة تشبه كما كانت في الثمانينات، المسألة مختلفة تماما، وهناك كما قلت محاور خارجية تلعب وما زالت تلعب في الحالة الداخلية السورية. وأنا أيضا هنا لا أستبعد أبدا أن المجيء على عجل لوزير خارجية إيران كان له علاقة في هذه المسألة أو جزء من هذه المسألة ومسائل أخرى بالتأكيد، ذات خطر أصبحت خطر حقيقي على هذا النظام ورأس النظام وبناء هذا النظام المستمر الذي تحاول إيران أن يكون جزء من مشروعها الفارس الطائفي في المنطقة. أعتقد اليوم هناك الكثير مما يقال من أن الخلل بدأ يترك مجالا ما إلى أن يتفسخ أكثر وأكثر، ومن ثم فإن القادم من الأيام سيبرز أن هناك تغيرات ما تحصل في سوريا. هذه التغيرات لها علاقة بالصراع الفاسدين مع الفاسدين والصراع داخل هذه السلطة. هذه البنية هي سوف تكون مدعاة هذه والتفكر. نقطة مهمة أشرت إليها أستاذ أحمد عن التغيرات التي تحصل الآن في سوريا، وربما هذه التغيرات لا يمكن لها أن تكون بعيدة عن الدور الروسي. أريد أن أسأل الأستاذ زياد في لندن عن دور روسي محتمل فيما يحصل الآن من صراع بين أجنحة السلطة داخل سوريا. يعني عزيزي، لا يمكن أن نسميه صراع بين أجنحة السلطة، هو صراع بين لصوص استولوا على المال العام ويريدون أن يتقاسموا هذه السلطة بشكل. كانت الأمور ماشية إلى فترة قريبة، إلى قبل وفاة أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد، والآن بعد وفاتها وسيطرة أسماء الأسد على قرارات بشار، ظهرت هنالك شريكة جديدة يمكن أن يعني تحضه على أن هذا المال يجب أن يكون في جهة واحدة. من الصعب أن نسقط هذا الخلاف على الأمور السياسية. أنا كما قلت لك هي أمور اقتصادية هدفها المال العام وقسمة هذا المال المنهوب من الشعب السوري إلى هذه الأطراف. أسماء الأسد أصبحت الآن هي التي الطرف الجديد الذي سينافس رامي مخلوف على سرقة المال العام، وفضحتها يعني دور شركة تكامل في توزيع البطاقة الزكية وما تتحصله هذه الشركة عن كل مادة توزع على البطاقة الزكية، وهي كانت من المفروض أن تصدرها شركات رامي مخلوف، ولكن أسماء أصدرتها عن طريق ابن خالتها مهند دباغ على ما أعتقد اسمه. وبالتالي هذا الأمر لا يمكن، أنا حسب رأيي وقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، ولكن ما أرى أن هذا الأمر لا يمكن أن نسقطه إسقاطا سياسيا بحالة يعني الصراع بين الدول المتنفذة في المشهد السوري. فهو سرقة للمال العام واختلاف في توزيع هذه الثروات، وظهرت هنالك شركاء جدد يريدون أن يكون لهم نصيب في المال العام. نحن نعلم كذلك أن بشار الأسد قد يكون اضطر إلى هذا الأمر لأن هنالك 3 مليارات دولار تطالب بها روسيا، ويبدو وكما قلت الخزينة السورية ليست يعني جاهزة يعني لإعطاء هذا المبلغ، ولذلك ذهب إلى رامي مخلوف ولا غيره. ولا بد أن نشير أن رامي مخلوف وبالفترة الأخيرة ونتيجة الوضع الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية ظهر هنالك العديد من الأخطبوطات الاقتصاد وكلها تصب في خدمة السلطة وتعمل من أجل السلطة، كسامر فوز
والكثير من الشركاء وكلهم يعني وجدوا من أجل تخطي العقوبات الاقتصادية ويعملوا وكأنهم خارج السلطة وتجار. فهذا الأمر يعني أنا أبعد عنه الإسقاط السياسي، ولكن رغم أنه وقد يكون يعني مسرحية قد تنكشف فيما بعد، إلا أنها تركت شرخا في الطائفة العلوية الحاكمة. أنا على اتصال بكثير من البسطاء من الطائفة العلوية، وهؤلاء البسطاء كانوا يذهبون إلى جمعية البستان ويأخذون الإعانات وتدفع لهم تكاليف العمليات الجراحية. وهؤلاء عندما سمعوا أن أسماء الأسد وهي من طائفة أخرى تريد أن تحتكر مال رامي مخلوف، الكل يقف الآن من بسطاء الطائفة مع رامي مخلوف ضد أسماء الأسد. إذن بدأت هنالك أمور يعني شرخ بين بسطاء الطائفة وبين الآخرين القريبين من الحكم، وهذا الشرخ قد يتطور فيما بعد إلى أمور أكبر، والأيام القادمة هي التي ستكشف لنا إلى أين ستنتهي هذه الأمور. عبد الرحيم، يعني أصابع روسيا وموسكو واضحة جدا في تحريض أجهزة الأمن على رامي مخلوف الذي هو قريب لإيران أكثر منه إلى موسكو. ما مدى صوابية ودقة التحليل القائل بأن موسكو تقف وراء تأليب أجهزة الأمن على رامي مخلوف، وما الهدف من ذلك؟ هذا أيضا احتمال وارد في إطار قراءة هذا الصراع. وهناك يعني كل طرف أصبح محسوب على جهة، هناك مجموعات داخل هذا النظام محسوبة على الطرف الإيراني، وهناك مجموعات محسوبة على الطرف الروسي، وهما كلا الطرفين في النتيجة هم القوة الفعلية الحقيقية الموجودة على الأرض، وتتحكم بمفاصل الدولة وأجهزة الأمن والاقتصاد وإلى آخره. هذا غير مستبعد وغير مستغرب الحقيقة، وربما يكون هذا التأليب في إطار استنزاف كل الأطراف وإضعافها إلى أبعد حد ممكن، وخصوصا أن يعني الطرف الروسي نفسه أو حتى الطرف الإيراني كلاهما يعاني من حالة عجز مالي واقتصادي، وزادها عجز ليس فقط التدخل في سوريا، زادتها أزمة العالمية، أضف إلى أنهم منهكين، كلا الدولتين منهكتان اقتصاديا، ويعانوا من أزمات يعني مزمنة في الاقتصاد. أنا لا أستغرب أن تتكشف في الأيام القادمة مدى هذه التكهنات أو هذه التحليلات تتحدث عن دعم لهذا الطرف أو ذاك، من خلال أن هذا الصراع لن يقف عند هذه الحدود، الصراع سيتطور بينهم بالتأكيد، وربما سنرى حينها أي مثال يمكن أن نشهده في هذا الصراع برأيك؟ ربما يكون هناك فيما لو أقدم النظام مثلا على حالة اعتقال رامي مخلوف، أن نشهد هناك انقسام بين أجهزة الأمن وشبيحة النظام والموالين لبشار والموالين لرامي، لأن هناك حقيقة حالة من الشك. لا ننسى أن رامي مخلوف نفسه كان يمول ما يسمى هذا لواء الدرع الوطني، اللي هم في النتيجة يعني ميليشيا موازية، وأيضا هناك ميليشيات أخرى موازية وداعمة لبشار الأسد. هذا الصراع قد يتطور بينهما إلى حالة من العنف، إلى حالة من تبادل القصف، يعني نعود إلى مشاهد ما كان ممكن أن يحصل من سيناريو في 1983-84 عندما انفجر الصراع بين رفعت وشقيق وحافظ الأسد. الصراع ممكن أن يأخذ أبعاد غير مرئية أو محسوبة الآن من العنف المتبادل، من محاولة اقتصاء كل طرف للآخر بالقوة. بالنتيجة إحنا يجب أن نتفق على نقطة جدا مهمة، أن هذا الصراع الذي يحصل الآن في سوريا بين الطرفين هو تكملة لصراع أكبر يجري الآن على أرض سوريا ومن قبل هذه القوى الإقليمية والدولية المتدخلة، وأن الشعب السوري الذي استنزفت كل طاقته وكل قدرته خلال السنوات الماضية الآن هو في النتيجة ضحية، ليس فقط ضحية فيما استخدمه نظام بشار وحلفائه من قتل عبر الصواريخ والبراميل، أيضا عبر تجويح هذا الشعب وعبر إنهاكه
في ظل انخفاض سعر الليرة السورية، في ظل فقدان السلع اليومية، في ظل حالة البطالة المنتشرة في المجتمع هناك، يعني نتيجة المواطن السوري هو الذي يدفع ثمن كل ذلك. وليس من اليوم، من 50 من نصف قرن حكمت سوريا من قبل الأسد الأب والأسد الابن الآن. هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطن السوري، وهذا ربما يدفع السوريين للتمسك أكثر بحقوقهم وبثورتهم للخلاص من هذا النظام والانتقال إلى حياة كريمة وإلى وضع يعني تسود فيه الدولة حالة المؤسسات والشفافية والمحاسبة والمساعدة. أستاذ عبد الرحيم أرجو المعذرة، إذا ما بقينا في الصراع الدائر الآن بين رامي مخلوف وتياره وأجهزة الأمن السلطة، وهنا يعني أنتقل إلى غازي عنتاب لأسأل الأستاذ أحمد، هذا الضغط على رامي مخلوف ومحاصرته وفرض الضرائب عليه ومحاولة إضعافه أو إظهاره بموقف الضعيف، إلى أي مدى يمكن أن يدفع الرجل إلى القفز من الحضن الإيراني إلى الحضن الروسي، وبالتالي تكون موسكو حققت ما تريد من أنها السيطرة على الاقتصاد من بوابة رجل الأعمال الأكبر في سوريا؟ هو مما لا شك فيه أن الواقع في سوريا أن هذا النظام، هذه السلطة الفاجرة القاتلة هي تستمر وتحاول أن تتمسك بالاستمرار في السلطة تحت أي ظرف كان. طبعا بالتأكيد هي تدرك تماما أن من دعمها وأعاد قيامة هذا النظام هو روسيا وقبلها إيران وحزب الله، ولكن واقع الحال يقول اليوم أنه لا يمكن الفكاك من روسيا، ومن ثم فإنه ليس من المستغرب أو المستبعد عن أن رامي والسلطة وكل العناصر المتنفذة في هذا الواقع السلطة وفي سوريا يمكن أن تذهب باتجاه روسيا ولكن دون أن تتخلى عن إيران. اليوم يرى الجميع أن هناك ضغطا أمريكيا غربيا وأيضا إسرائيليا باتجاه إخراج إيران من الساحة، ويبدو أن إيران في وضع مأزق حقيقي داخل الجغرافيا السورية هذه الأيام. لذلك اليوم إعادة التموضع أمام أو مع روسيا ليس مستغربا، بل هو بالضرورة من أجل بقاء هذا النظام. أعتقد أنه اليوم هناك من يقول بأن مجلس الطائفة العلوية لا يسمح بشقاق يصل إلى حد القطيعة بين مخلوف أو الإمبراطورية الاقتصادية وبين السلطة، لا يسمح لأن ذلك يعني بالضرورة انفلات عقد هذا النظام، وبالتالي فإنه اليوم يمكن أن يكون هناك علاقة ما حضن روسيا أو كنباية إيران أو ما شابه. الجميع هنا كسلطة هم قادرون على إعادة إنتاج أنفسهم من جديد. الخلخلة موجودة صحيح، ممكن النظام تخلخل في نتيجة الحرب التي طالت 9 سنوات، هم لا يستطيعون اليوم إعادة بناء اقتصاد وطني حقيقي، ولكن في نفس الوقت هم يتعرضون إلى حالة من الفساد الغير مقبول وغير معقول من قبل هم أنفسهم وألزامهم ومتنفذيهم. لذلك أعتقد أن المسألة حملت أوجه، يمكن لهم بكل بساطة أن ينقل من هنا إلى هنا ولكن دون أن يتخلى عن المرجعية. حملت أوجه، أريد أن أسأل زياد في لندن، حملت أوجه، هل نحن بصدد مشاهدة عملية تغيير سياسي في سوريا وأن هذا الصراع هو تمثيل عملي لهذه الحقيقة؟ يعني بعد 9 سنوات من الثورة السورية وعجز المجتمع الدولي أو إصرار المجتمع الدولي على التدمير والتخريب في سوريا، لا بد أننا يعني أمام عملية سياسية. هذه العملية السياسية التي تخطط لها الروس والأمريكان والدول المتنفذة بالمشهد السوري لابد أن تتحقق، ولكن هذه العملية السياسية هل ستبقي على النظام أو رأس النظام أو أنها ستتخلى عن رأس النظام ليبقى حاضنة النظام هي الممسكة بالأمور؟ هذه الأمور نحن أمام مشهد سيتحقق، لا شك أنه سيتحقق في المستقبل القريب، وبالتالي يعني كل ما تخطط له الدول المتنفذة بالمشهد السوري أن تبقي حالة سوريا بهذا الشكل ومع تغييرات سياسية، هذه التغييرات السياسية حتما لن
تخدم مصلحة الشعب السوري، ولن تخدم الثورة السورية، ولن تلبي طموحات الشعب التي خرج من أجلها في عام 2011، ولكنها ستبقي إما رأس النظام أو أن هيكل النظام هو الذي سيبقى من أجل استمرار اللعبة. نحن يا سادة يا كرام، نحن أمام مشهد النظام السوري وجد منذ عام 1970 وجد كنظام وظيفي للوصول إليه، وما تشهده سوريا الآن هو هدف من 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 الأهداف الأساسية التي نصب الأسد الأب من أجلها. ونحن أمام مشروع قد يكون نهايته التقسيم، وهذه النهاية لابد أن تتحقق رغبة للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يريد حقيقة الأمر أن يكون أن تكون دول الطوق كلها هي عبارة عن كانتونات طائفية متناحرة، نعم، من أجل أن يبقى هذا الكيان هو الأكبر. وبالتالي أشكر. لابد من استمرار حالة الفوضى في سوريا حتى يتحقق هذا الأمر. وكلهم عندما قال رامي مخلوف في بداية الثورة السورية أن أمن إسرائيل من أمن سوريا، يعني ذلك ربما هذا يتفق مع هذه النتيجة التي وصلت إليها سوريا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ زياد على أدركنا الوقت. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام، الأستاذ من لندن الأستاذ زياد بن نجد الكاتب الصحفي، وكان معنا من غازي عنتاب من عبر سكايب أيضا الأستاذ أحمد مظهر الكاتب والصحفي، ومن بوخارست الأستاذ عبد الرحيم خليفة المحلل السياسي، كما كان معنا عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ خليل المقداد الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم، في حراسة الله.